من جانبهم ويجيبوا للفلاحة القوة اليوم المالية والاستثمارات وال الهدف اننا نصل الى 2019 الى حوالي سقف تاع 67 مليون قنطار من الحبوب. هذا يغطي نوعا ما كمية كبيرة من احتياجاتنا، ولكن اهم كما قلت لكم الهدف اننا اليوم نجند كل هذه الطاقات الاستثمارية في هذا المجال. اللي يحب يستثمر اليوم سنخصص بعض نظن الأراضي للمستثمرين، خاصة في مجال الحليب في مجال الحبوب. الهدف أننا نستصلح حوالي مليون هكتار عن طريق أيضا اللجوء إلى الماء.